هتيجي بعد كده هتلاقي العدد اللي انت فرغته من الزغاليل دوت، مثلا فرغت 4 عشوش 5 عشوش 6 عشوش، هتلاقي دي كلها بقت اصوص كبيره شغاله، وبدل ما كان عندك جوز واحد بقى عندك 6-7 تجواز حمام شغالين. 6-7 تجواز دولت هينتجوا لك في الشهر على الاقل يعني 15 جوز زغاليل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير دايما يا رب. ان شاء الله الفيديو بتاع النهاردة فيديو مهم جدا 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 لكل غاوي حمام. لو انت غاوي حمام مبتدئ، عايز تبقى غاوي حمام كبير، عايز يبقى عندك مزرعة حمام، عايز يبقى عندك نوع حمام غالي وعندك منه كمية كبيرة وتنتج منه انتاج كتير جدا يجيب معاك ربح كويس، هعرفك ان شاء الله في الفيديو دوت ازاي بنعمل الموضوع ده وازاي بنبدا وازاي بنسوق بعد كده. فالكلام ده كله ان شاء الله هشرحه لك في الفيديو ده بالتفصيل. بس قبل ما نبدا كده يا ريت ما تنساش تعمل لايك على الفيديو، تعمل اشتراك في القناه وتفعل الجرس عشان يجي لك اشعار باي فيديو بينزل على قناه جديد. وتعالوا بينا الاول نتفرج على الزغاليل ونتفرج على الانتاج، وبعد كده نشرح ازاي عملنا الكلام ده كله وازاي عملنا الزغاليل دي كلها وازاي عملنا الانتاج ده كله في فتره قليله. يلا بينا نبدا. بسم الله وقول ما شاء الله، وما تنساش تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله، تبارك الله احسن الخالقين. طبعا ديت مجموعه من الزغاليل والشبابات فرخ الفتره دي او فرخ الشهر ده باذن الله. طبعا كلهم ما شاء الله زي ما احنا شايفين كده زغاليل وشبابات، اعمارهم متقاربه جدا لبعض، يعني في منهم حاجات لسه تحت الحضان قربت تتفتم، في منها حاجات لسه مفطومه، في منها حاجات بدات ان هي تفك ريش وبقت شبابات بدات ان هي تكبر وكتمت يعني تمام كده. فيهم حاجات طبعا لسه صغيره هي بتصوصي، وشبابات ما شاء الله دي شبابات لسه بتصوصي تمام كده. فديت مجموعه كده من فرخ النفاخ الاصفر بس، لان طبعا قبل كده اتكلمنا في مواضيع زي الموضوع ده كده، وطبعا الناس قالت قبل كده ورينا الموضوع ده عملي على حمام زينة نوع غالي مش على انواع رخيصة، عشان يبقى الشرح وافي، عشان يبقى الشرح كلام فعلا ثقة وكلام فعلا حقيقي على ارض الواقع. قدامنا زغليلة هي وشبابات تمام كده كلها انتاج الفترة دي او انتاج اليومين اللي احنا فيهم دلوقتي دولت. طبعا ما شاء الله ربنا يبارك، ربنا يكرمنا يا رب ويكرمكم بالبركه والزياده، ونشرح لكم ان شاء الله في الفيديو دوت ازاي تقدر تعمل كده وازاي تطلع طريحه انتاج كويسه بالشكل ده حتى لو جبت جوز حمام واحد بس من نوع غالي تمام كده. يلا بينا ندخل في الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. نشرح عملي على جوز حمام نفاخ. ولنفترض ان انت هتجيب جوز حمام واحد من اي نوع، يعني انا بشرح لك على النفاخ عشان هو ده النوع الاساسي اللي عندي او النوع اللي انا بربيه، الباب اللي انا متميز فيه. لو هنفترض ان انت هتجيب جوز حمام اي نوع بقى، نفاخ، هزاز، بخارة، نمس، قرباش، حمام هومر، حمام كاري، حمام اي نوع هتربيه، كينج بقى، روماني، اي حاجة تمام كده. هتجيب مثلا، ولنفترض ان انت هتجيب جوز واحد بس على قد امكانياتك وهتبدأ ان انت تفرخه تمام. طيب انا عشان ادخل في نوع، بلاش يا جماعة نخش في نوع صعب جدا في فرخه، بلاش نخش في حاجة تعقدك من الفرخ. يعني اول ما تبدأ ما تبدأش مثلا بنوع زي الكولر هيد او الجعفري او الحمام الاوزبك او الحمام البوليش او الحمام كشك المستويات القوية جدا، الحاجات القواطع او الانواع عامة اللي هي بتكون عظمها قصير جدا او صعبة في فرخها او صعبة في تحضينها او الحمام مش هيعرف ياكل زغليل والكلام ده كله. بلاش يا جماعة، خلينا نبدأ بنوع سهل في فرخه، انواع يكون طبعا احجامها كويسة احجامها كبيرة. بلاش نبدأ بالحاجات الصغيرة جدا، عظمها صغير جدا فبيكون صعب فرخها وصعب تحضينها. حتى لو انت حبيت تحضن تحت انواع تانية مش اي نوع بيعرف يزقها، خليك في انواع سهلة في فرخها، خليك مثلا في انواع يكون عظمها كبير زي مثلا عظم النفاخ، عظم النمس، عظم البخارة، عظم الحمام الكينج، عظم الحمام المدينة. الحاجات دي كلها يا جماعة بتبقى سهلة في فرخها تمام كده. فكل اللي عليك ان انت هتجيب جوز مثلا، لو عندك المقدرة ان انت تجيب اكتر من كده ممكن تجيب نتاية او نتايتين زيادة مع الجوز اللي انت جايبه. يعني مثلا نفترض ان انا عندي جوز زي ده وجايب مثلا نتايتين، نفترض ان دول مثلا نتايتين وانا جايب جوز ونتايتين، هبدأ ان انا افرخ انتاج مكثف
تمام. انت لو ما عندكش الخبرة في فرخ الانتاج المكثف خلاص سيبهم هم ينتجوا مع نفسهم، يعني هم يبيضوا ويرقدوا على البيض ويطلعوا الزغاليل ويأكلوها، ويبيضوا تاني ويرقدوا على البيض ويطلعوا الزغاليل، وهكذا لحد ما يبقى عندك كمية من الانتاج كبيرة. اوعى تبيع انتاجك طول ما انت لسه ما عندكش عدد كبير من الاصوص اللي هي اصول فرخك انت، تمام كده؟ ركز معايا في الكلام ده كويس. يعني اي فرخة تفرخه ما تبيعهوش، وقفه لنفسك، كبره عندك وخليه يبدأ يشتغل عندك تاني. ممكن توقف نتاية نتايتين تلاتة تجوزهم لذكر واحد، ممكن توقف جوزين زغليل او تلات تجواز زغليل او اربع او خمس تجواز زغليل يكبروا عندك وتبدأ ان انت تجوزهم لبعض وتفرخهم تاني، تمام؟ يبقى انت اللي حصل بعد كده عندك ايه؟ بدل ما كان عندك مثلا جوز حمام واحد هيبقى عندك مثلا جوزين، عندك تلات تجواز، عندك اربع تجواز، خمس تجواز، ست تجواز، سبع تجواز. هيبقى بعد كده فرخك بدل ما تفرخ زغلولين كل شهر هتفرخ مثلا ست سبع تجواز زغليل كل شهر. كلنا بدأنا كده، كلنا بدأنا بجوز واحد او بجوزين، محدش بدأ بمزرعة. اللي بدأ بكمية كبيرة فشل، اللي بدأ بكذا جوز حمام كان الموضوع بيبقى معاه عشوائي جدا والدنيا معاه بتبقى ملخبطة وما بيعرفش يستمر في الفرخ وما بيعرفش يستمر في الحفاظ على الحاجة اللي عنده، وفي الاخر بيخسر الحاجة اللي هو اشتراها اللي هي اساسا الاصول بتاعته، تمام؟ يبقى احنا خلينا زي ما قلنا في نوع سهل فرخه، ده اول حاجة. تاني حاجة، لو عندنا المقدرة ان احنا نجيب اكتر من جوز ممكن نجيب جوزين او تلاتة من نفس النوع بنفس الالوان. بلاش ان انت تنوع في الانواع والالوان، يعني انا عندي دلوقتي مثلا دول جوز حمام نفاخ، لو نفترض ان النتاية دي ماتت، تمام، وانا جايب جوزين تلاتة من نفس النوع هيبقى عندي نوتي تانية اقدر اخد نتاية من هنا اجوزها للدكر ده. نفترض ان الدكر مات، هقدر اخد النتاية دي اجوزها للدكر ده يبقى معاه نتايتين، تمام كده؟ يبقى الدكر معاه نتايتين بدل ما هو معاه نتاية واحدة. بدل ما يعني افضل من انك انت تجيب مثلا 3 4 تجواز انواع مختلفه، كل ما هيموت منك فرد هتحتاج ان انت تشتري له فرد تاني. فلا، احنا عايزين نقفل على نفسينا في نوع واحد. اقفل على نفسك في نوع واحد. نفترض جبت مثلا نوع حمام بخارة، خلاص يبقى انا عندي بخارة هجيب جوز جوزين ثلاثه يبقوا هم نفس النوع، بحيث ان انا حصل عندي مشكله، مات عندي فرد حمام، حصلت اي حاجه، هقدر ان انا اخد فرد من هنا اجوزه الفرد تاني من هنا، او اخد فرد من عيالهم فيما بعد اجوزه تاني للاهالي، تمام كده؟ فدي ميزة. طيب تاني حاجة، لو انا عايز افرخ انتاج مكثف وحضن تحت اصوص تحضين، لازم يكون عندك على الاقل لكل جوز من حمام الزينة من 3 ل5 تجواز حمام تحضين. حمام التحضين دوت هو مسموش حمام تحضين، ولا هو ليه نوع مثلا، ولا هو ليه شكل معين. حمام التحضين ما هو الا انواع حمام عادية زي الاسترالي مثلا زي كده، تمام، زي الحمام الكريزلي مثلا زي كده، زي الحمام الزاجل مثلا زي كده. دي انواع حمام عادية احنا بننظم الانواع ديت، بنشغلها ان احنا نحضن تحتيها بيض الحمام النفاخ مثلا، او اي حمام زينة، او اي حمام غزار موجود عندنا، بحيث ان احنا ناخد انتاج اسرع وانتاج مكثف. يعني ايه؟ يعني انا مثلا جبت جوز حمام زينة ولنفترض النفاخ ده، بحط الجوز النفاخ في عين مناسبة ليهم، عين تكون واسعة وكبيرة بالشكل دوت، وبنظم المسقة والأكالة بعيد عن بعض او مثلا جنب بعض في نفس الصف، ممكن في نفس الصف بالشكل ده يبقوا الأكالة والمسقة جنب بعض كده. طبعا بحط لهم طاجن تحديق جوه خالص بالشكل ده، تمام كده، على نفس الصف، بحيث ان العين يكون فيها مساحة للذكر والنتاية يكسروا على بعض ويخصبوا، تمام كده؟ طيب بستنى 10 او 15 يوم، لو ربنا كرمني الحمام هيبيض على طول منتظم، هيبيض بعد 10 او 15 يوم في الطاجن هنلاقي هنا البيضتين. بناخد البيضتين طبعا من الطاجن بالشكل ده، ونيجي على اصوص التحضين اللي عندنا وبندور فيهم على اي نقص اللي لسه بايض مثلا النهارده في نفس الميعاد، او اي نقص اللي قرب يبيض فاضل له يوم او يومين عشان نجهز القص ده نحضن تحتيه البيض، تمام، وبنحضن تحتيه البيضتين بالشكل ده، تمام كده. اللي بيحصل بعد كده ان الجزء اللي احنا خدنا منه البيض دوت هيقعد برضو 10 او 12 او 15 يوم تاني وهيبيض تاني. هنعمل نفس الحكايه، هناخد البيضتين ندور على
على اي جوز لسه بايض ونشيل البيض بتاعه ونرميه ونحط له البيضتين بتوع جوز الحمام الزينه او الحمام الغالي اللي احنا جايبينه. تمام كده. هنعمل الموضوع ده 3 مرات. هنعمل الموضوع ده 3 مرات. لو عندنا نتايه تانية هنروح شايلين النتايه ديت مثلا من الذكر. تمام، هنشيل النتايه ديت من ذكرها. تمام، ونجوزه للنتاية التانية. هيحصل معاهم نفس الموضوع، هيقعدوا برضو 10-15 يوم بالكتير وهنلاقيهم برضو باضوا. هنعمل نفس الحكاية، هناخد البيضتين ندور على قص تحضين لسه بيض النهاردة او فاضل له يوم او يومين او 3 ويبيض ونحضن تحتيه البيض. طبعا البيض في الفترة اللي هي لو لسه فاضل يومين او 3 عبال ما يبيض، البيض ممكن نحتفظ بيه في التلاجة عن طريق ان احنا هنحط البيضة واقفة كده على سيفها جوه التلاجة ونقلبها كل يوم على ناحية غير التانية. تمام كده، بنحط البيضة واقفة كده على سيفها جوه التلاجة في باب التلاجة مثلا او في درج التلاجة تحت، وكل يوم بنقلبها على ناحية من الناحيتين. بتقعد في التلاجة لمدة من 5 أيام ل7 أيام بدون مطبوز، ما فيهاش اي مشكلة. الكلام ده لو في الصيف. طبعا لو احنا في الشتاء يا جماعة ممكن نحتفظ بالبيضة في طاجن تحديق، نحطها على سيفها كده ونسيبها في السلاكة في اي عين فاضية. تمام، وكل يوم برضو بنقلبها من على السيف ده للسيف التاني كده. تمام، وبتقعد برضو معانا مدة حوالي 5 أيام أو 7 أيام من غير ما تفسد. ولما نلاقي قصوص التحضين اللي عندنا جاهزة ان هي تحضن خلاص باضت البيضتين، بناخد البيضتين بالشكل ده ونروح نحضنهم تحت جوز حمام التحضين. تمام كده يا جماعة، دي كده الطريقة اللي احنا بنعمل بيها فرخ نوع حمام غالي انتاج مكثف. مع الوقت هتبص تلاقي الزغاليل اللي بتطلع عندك عددها بيزيد، شهر ورا شهر هتلاقي بدل ما كان عندك جوز حمام واحد بقى عندك جوز مثلا ومعاه 4 زغاليل 5 زغاليل 6 زغاليل. هتسيب الزغاليل دي كلها لما تكبر، طبعا بتقعد 6 شهور عبال ما تبقى جاهزة للتزاوج وللانتاج. هتيجي بعد كده هتلاقي العدد اللي انت فرخته من الزغاليل دوت مثلا فرخت 4 عشوش 5 عشوش 6 عشوش، هتلاقي دي كلها بقت قصوص كبيرة شغالة، وبدل ما كان عندك جوز واحد بقى عندك 6-7 تجواز حمام شغالين. 6-7 تجواز دولت هينتجوا لك في الشهر على الاقل يعني 15 جوز زغاليل. هتلاقي عندك انتاج كبير جدا ان شاء الله من الزغاليل. ودي الطريقة اللي احنا شغالين بيها واللي بدأ بيها اغلبية غواتي الحمام اللي نجحوا في تربية حمام الزينة. تمام كده يا جماعة، زي ما شفنا مع بعض ده الشرح عملي لطريقة انتاج وفرخ نوع حمام غالي او نوع حمام زينة، وازاي تعمل منه عدد كبير من الحمام. طبعا موضوع التسويق بقى سهل جدا، التسويق دلوقتي كله من خلال النت او من خلال جروبات الفيسبوك. في جروبات كتيرة جدا على الفيسبوك البيع وشراء الحمام. طول ما انت عندك نوع كويس هتلاقي بيعه سهل وهتلاقي عليه طلب وعليه اقبال وسعره كويس جدا. خش على الفيسبوك وابحث عن جروبات الحمام، هتلاقي جروبات كتيرة جدا 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 لتربية الحمام والبيع الحمام والشراء الحمام. فده كان فيديو النهاردة، يا رب نكون استفدنا منه. ما تنساش تعمل لايك على الفيديو، تعمل اشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان يجي لك اشعار باي فيديو بينزل على قناة جديد. كمان ما تنساش تعمل مشاركة الفيديو عشان تفيد غيرك بيه. ولو عندك اي استفسار او محتاج موضوع نتكلم فيه اكتبولي في التعليقات تحت الفيديو وان شاء الله اجهز لك الموضوع وانزله لك على القناة في اقرب وقت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخوكم ابو مريم التونسي.